السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في الحلقة السابعة من مست سيرفايفل. اليوم صراحة أول ما شغلت اللعبة حصلت أبديت، فنتوقع بإذن الله أن في تحسينات كبيرة راح تكون. غير كذا شكرا على دعمكم وكومنتاتكم والنصايح اللي راح أطريها طبعا كالعادة بعد شوي. مثل ما تشوفون عبيت الهنجر والثيرست، وعلى أمل أن نتجه اليوم المدينة أو المدن الجديدة. مثل ما قلنا الحلقة الماضية هذا النص كامل تقريبا خلصناه، جهة اليمين كاملة. فاليوم راح نبدأ نستكشف المناطق الجديدة هذه. هذا مدري صراحة إن يأكل الأكل نفسه ولا له أكل مخصص، والله ما أدري. أنا يلا هني أقوم بنفسي ويجيني هذا يبيني أربيه، بس قلت ولي راح يفيدني كثير جدا. فهذا من ضمن الكومنتات من أكثر النصائح. نسيت مرويكم أن الأخ الفاضل هذا حليت مشكلته، الفاس كنت معطيه إياه هنا، فمفروض أنك تحطه في الانفنتوري وبعدها ممكن تطلب منه كت داون تري وتقول له مثلا مدة ساعة قصقص. مثل ما تشوفون قال يقوتت ورايح يقصقص في الأشجار فنستفيد منه. يطيحها فوق راسي بس خلنا نحاش يا ليو. فشي جميل، احتمال أنا راح نقابل بيس في طريقنا ونجيب لنا واحد ثاني، ففي شغلات كثير ممكن يفيدونا مستقبلا في اللعبة إن شاء الله. طبعا أحد الشغلات اللي جتني أن فيه اثنين بوس في اللعبة، ونشوف وش اليوم مخبينا إن شاء الله. ما في خرشات. أوكي، في محطة يا شباب، في محطة بنزين جت على يساري الظاهر، هذه المحطة. بس هالمكان ما في له زومبي. حلوين، حصلنا رصاص. طيب يا شباب نكمل طريقنا من بعد المحطة. مفروض ان المدينة او شوية مدن كذا تجيني، بس ما انا بشايف شيء والله. اوه دقيقة دقيقة، في سيارات هنا ظاهر انها بداية المدينة. شاحنة، اول مرة اشوف شاحنة، شاحنة عسكرية. اوه شت، مخيم يا الرب. توهي اي والله هذاك يتحرك معسكر قرب. وين السنايبر الفلة؟ اوه ماي جاد، واحد اثنين. يا اخي اقسم بالله اني مستانس يا الربع بالسنايبر ورب الكعبه. خلنا نطلع فوق الباص هذا اشوف عندهم سنايبر. هنا واحد وهذا اثنين. يا ريت زي نظام فار كراي يمديك تعلم عليه بحيث انه ما يضيع. يا الربع علوت الارض، اقسم بالله هذا المنطقه بس يبالها حلقه كامله. بس ما عليكم بحاول اختصر، بس خلوني افتك منهم. اوف يا السور كونكريت، والله شغالين على البيس. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هذا واحد. والله وات، اقسم بالله انا هد من نص. موت يا رجال. اوه يطلق يطلق، هذاك ما درى ما اسمع شيء. الحين نسبق ولا ما نسبق في اللعبه هذه؟ ما اعرف، ما في تسبيق، والله ما في تسبيق. طيب في ثلاثة، ايوه في اثنين هنا على اليمين، باقي اخر واحد. تكفى اخر واحد هناك. ايوه وات، في رقبته يا رجل يا الربع. هد عيني عينك، تطلق على من؟ هذا الخمسة اللي شفتهم الوضع الحين بيقلب كول اوف ديوتي. تعطيه 360 كذا. البيس تم تنظيفها يا شباب، السنايبر جاء في وقته اقسم بالله. 15 minutes later. صراحة فريته بالكامل وما لقيت يعني الشيء اللي مرة واو. لقيت شنطة صحيح، وسعت مساحتين، وهذه الشنطتين اللي تشوفونها كونكريت بلوك وشغلات كنا نشوفها في المزارع وجنز. فهذا ملخص السالفة كلها والتلويت. اللي صراحة استغربت منه انه ما لقيت اي سجناء في هذا المنطقة. يا ولد أحس الموتر يقول لي ارحمني، والله كذا غلط. يمدي رجال السطح على الفاضي، حطه فوق الموتر يمدي. خوف يقلش والله، الله يستر. لا الأمور في السليم. أركب أركب. الجثث صراحة اختفوا، ما لقيت إلا واحد هذا على اليسار، البقية ما لقيتهم. وإن شاء الله أنا ما فاتنا شيء في هذا البيت على طول مباشرة بعد البيس كامب. نقول بسم الله ان شاء الله انه فيه خير طيب هنا. حرفيا ما في شيء يا شباب، لوت الادراج كلها، ما في غير رصاص انفور شوية. ونكمل مسيرتنا نشوف ايش عندنا. يا اخي انا مش مطمن، احس اني مطوف بعض الاماكن. خلينا نسوي كورنت لوكيشن. ايوه شوف، في بيت ثاني هنا وثالث ورابع وخامس، وهذا البيس كامب يعتبر. وفي شغلة منفصلة على البيس كامب وهذا المحطة اللي جيناها. خلنا نشوف هذا البيت والثلاث بيوت اللي هنا. اللهم اجعله خير.
هلا والله هلا. شمس 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 يا صاحبي، شمس شمس. طيب دام في له زومبي يعني نتفائل خير. اللي بعده كفو 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 والله قتلت. تصدقون والله اشكرك. اوه ليو لسه تلاحق فيه. قتلته اكيد. والله ذيبان، والله ذيب مو بكلب. فايرود وشوية ملح في المطبخ، هذا كل شيء في الطابق الارضي. نشوف الطابق الاول. اوه نحتاج اللوك بيك هنا او الكروبار. هالمرة راح اجرب اللوك بيك نشوف ايش يصير معنا. وات انا توقعت زي محاكي الحرامي لازم تلفلف في يمين يسار. طلع الوضع اسهل من الكروبار. ايه في بيت بدور عليه. جربنا الكروبار ولا فتح الباب. والله في شغلات حلوة تحصلها من الاماكن هذه. شوف غالبا رصاص. اوكي رصاص. والله قلتوا لي على الرصاص اللي عندك ما ننصحك تروح للبوس، فتوقع اني جمعت رصاص كفاية كذا ولا. على العموم انا ما بستعجل ولا بروح له الا لو خليها كذا مفاجأة. والله ما اعرف المكان يا شباب، مكان البوس وكذا. قلتوا لي في الكهف، بس وين الكهف هذا ما ادري. واللي كتب الكومنت بعد قال لي انه يظهر بار للهيلث حقه، فنظام الدرينج كذا يظهر لك البوس. نشوف رصة البيوت في هذا الاتجاه. في زومبي. شوف الطابق الاول في غرفة مسكرة. لا هالمرة مفتوحة. في رصاص في رصاص. والله البيوت هذه منغمة رصاص. اتوقع اني جاهز البوس يا شباب. صراحة يوم خبرتوني يعني حسيت اني جالس اهدى الرصاص، بحاول اني ما ارمي الا على شيء مستاهل. واللي بعده وين؟ اوه اللي بعده هذا اكثر من بيت الظاهر. طيب خلصت من البيتين يا شباب، ما في شيء مميز، مجرد رصاص. لكن رصاص 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 كثير. ايش الطريق هذا؟ اوكي في بيت قدامي بس اتوقع الموتر يدخل يا ولد. والله الموتر ما يرد شيء تبغون الصراحة. بسم الله الحمد لله اني سميت. تكفى 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 تكفى. يمين يسار يمين يسار. لا 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 اله الا الله. غشيم غشيم الحين بيقولون عليك. اي وزومبي بعد. يا ليل ابو الليل. خلاص وقف هنا. يا سبحان الله سبحانك يا رب. يا ليو عندك الموضوع، ما ودي اخصص الرصاص ولا لازم يطقوني طقه. يلا بنتحمل. اوه ركب معي. ما ينفع كذا يا ليو. شمس هذا قلش ولا ايش؟ ترى طقني يا ليو قبل شوي. لا ليو بلا زق. حلو هد يصدحه. يا سلام. اوه سيف وتر. من متى يكون في سيف وتر في المدينة؟ طيب يا شباب في طريق لفوق هنا. راح استخدم القلم واشوف موقعي. خلصنا من هذا البيت وهذا البيت. اتوقع خلصنا من المدينة الصغيرة هذه اللي هي البقايا. تقريبا قطعت البحيرة وجيت هنا. في بيت اخير باقي مرتفع هنا اللي هو هذا الطريق اللي شفته يودي فوق. والله بيني وبينكم انا شارد من البحيرة اساسا، فخلنا نشوف الطريق الجميل هذا وين يودي. اوه كنيسة ثانية. لا 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 ما اتفقناش ما اتفقناش. انا قلت ما ودي اخسر رصاصي على في سنايبر عندهم هناك صح؟ واحد اثنين. اوه شت والله كثير. اوه شت والله كثير. اوه شت 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 شت. يا الربع والله مرة مرة كثير. ايش السكيت هذا اللي قبل شوي؟
ما اتفقنا يا راعي الشدقن يا رجل. بدون سنايبر وش كنت مسوينا؟ هذا اللي مزعجني من اول. وينك انت؟ وين؟ ما شاء الله عليك ما حد شاء. اوف في واحد طلع. هذا اللي خفت منه، هذا اللي خايف منه. اوه مت يا رجل. خلاص يا شباب وضع الدرع من الحين. في واحد هناك. باقي احد؟ هلا بالشنطة، هلا هلا بالشنطة، هلا. وش ذا كله يا رجل؟ واو لونج بو. وات في بو خرشني، اقسم بالله خرشني. صح انا شفت البو. هلا بالسجين. ميتة ولا حية؟ ريسكيو. خمس دقايق، شيل خمس دقايق يا رجل. نيرس، حلو حلو. جن تريند، متدربة بالاسلحة، سنايبر، كلوز كومبات، بالسكاكين وكل شيء. يا مرحبا ومسهلا. راحت البيس. يا مرحبا بوم. رجعني هنا. سكر الباب. بسم الله. اللونج بو. فيشنج رود، عندي فيشنج رود ما احتاجه. هل يخرب يعني؟ اوه هذا اللي يمديني اشلهم. يا الهي الفست. تعالوا تذكروا انا كان معي فست. اوف روح. الظاهر انها خلاص تقطع فلازم انك تبدله بين فترة وفترة. طيب خلنا افضي الاغراض هذه بس، بستعرض لكم الشغلات اللي حصلتها وبجي بعدين بضبط الاوضاع. ماونت بارت، الماونت بارت هذا اللي يعرف بالله يخبرني وش سالفتها. ثاني واحد احصله بس. هذا اللوت تقريبا في الكنيسة. خلنا نلوت الجثث واضبط الامور قبل لا يختفون. كم واحد يا رجل اقسم بالله. مرة مرة بروكلي. هلا ومرحبا ومسهلا. اوه هلمت بعطيها اخوي. جانا الليل يا عيال، جانا الليل. في واحد قتلته بشدقن. يب معاه تفاحتين. هذا الصحي في الكامب اللي مأذيهم. الله الجو هذا. ساعة كم الحين؟ ساعة خمس العصر. كويس اني في هذا المكان. الليلة بمسي في هذا التشيرش ونكمل رحلتنا. طيب يا شباب صبحكم الله بالخير. رجعت نمت في البيت هذا اللي تحت لان التشيرش او الكنيسة هذيك ما فيها ابواب تتسكر للأسف. تلاحظون يا شباب السحاب يتحرك فوق. هذه شغلة والله ما لاحظتها. الظاهر مع الابديت الجديد سحاب مرة مرة سريع. لوتنا هذه المدينة بالكامل وهذا اخر بيس اللي هجمنا عليه تو. راح ننزل ونشوف هذا المكان اللي على اليمين وبعدها ثلاث بيوت اللي هنا. يكون بيس كامب ولا شيء؟ خلنا نوقف بعيد. اسمع صوت الذيب يعني الامور طيبة. كم كان مرتفع. اللهم اجعله خير. في طريق يودي يمين وفي طريق يودي سيدة. بسم الله السلام عليكم. داخل كأنه بيتنا. ما شاء الله مساحة شاسعة كذا تفتح النفس. بديت احب المكان هذا. طبعا مثل ما قلت لكم يا شباب التلبيت هذا ما راح ارويكم اياه، اعطيكم زبدة السالفة، لكن ما شاء الله تبارك الله على طول شوف جلس لي وعجب المكان. وات مدفون المكان هذا. وش رايكم في البيت يا شباب؟ والله انا عاجبني صراحة. غير كذا موقعه هذا بس الطابق الارضي. طابق ما شاء الله تبارك الله. اوه والله جميل. والله عجبني هذا البيت. تصميمه عجبني. استغلال المساحات والرحابة اللي فيه. جلسة هنا، تكية. وضع عندك جراج منفصل عن البيت. اعطوني رايكم يا شباب، الموضوع عندكم. طبعا ما في اي شيء الوته داخل. بعدين يعجبك في هذا البيت المسار اللي يدخلك للبيت والمرتفع، عرفت؟ هذا شيء رهيب صراحة. خلنا احفظ مكانه عشان لا انسى. اوكي. طيب البيتين اللي على يميني هذا والشكل الغريب هذا اللي على يساري وراي، خلنا نستكشفهم. والله مكان غريب. اتوقع كله سكراب يعني بتحصل، يعني وش بتحصل يعني؟ نفس نظام المحطة، المحطة من داخل كذا زي سكراب فيها. اوه في رصاص بعد، حلوين. 30 طلقة و36 طلقة و32 طلقة. وين البوس يا شباب؟ وينه؟ هياط ادول. وراه المفروض انه يكون في شيء وراي بالضبط. بس ما فيش حاجة. لا والله في حاجة.
وات صلا هذا بيس كام ما يبيلها كلام بس مرة كبير يا ولد شافني والله ما شافني اليوم هجوم البيسات يا شباب والله اليوم هجوم البيسات موتر أحمر يعني من 10 كيلو بتشوفه بس صراحة الأغراض عندي فل يا شباب والله الصناديق مليانة مرة يبيلي أروح أفضي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله يا شباب في اليوم الثاني أنا جاي أصور ترى في اليوم الثاني من اللقطات اللي شفتوها قبل شوي رجعت البيت الأزرق هذا عشان أنزل الأغراض ودي أفضيها في البيت فخلوني أنزل الغريضات هذه اللي جبناها من البيت الماضي وأرجع لكم طيب يا شباب خلصت تنزيل الأغراض في شوية أمور رتبتها هنا والله ترتيب مش حالك يعني الأسلحة هنا على أساس المطبخ البيبسي والكان والبروكلي والسواليف اللي تنأكل كلها حطيتها في مكان واحد والشغلات عندي 2 بواجي وهذا التاير الأول وهنا فيه 3 تواير أقدر أرتب موتر كامل موضوع تواير وهنا فيه بطارية صراحة الناس الشغلات الثانية اللي موفرها في جن بودر هنا وفوق رصيت هنا شوية أخشاب وهنا شوية لاشنج ويعني شوية سكراب سمنت طابوق رصيته بحيث أني أعرف حاجتي الرصة اللي حق ايش اسمها لعب سرفايفل تعرفوني من قبل المهم لا نطول السالفه اكلته شربته مثل ما تشوفون الامور في السليم ونقول بسم الله نتوكل على الله خلينا نتاكد الاسلحه والرصاص معي الامور تمام تقريبا الله العالم ان هذا بيكون اخر بيس راح اواجهه قبل لا يخلي وهذا لا يكون يموت علي تعال خلينا نشيك عليك اوه والله معليش جاي اكلك اركب اركب يا عيال بالله أعطوني نصيحة بخصوص الذيب ما هو بالكلب المهم البيس هذا نشوفه من هنا أنا حبيت أني أرويكم أني فصلتها في يومين عشان تكونون بالصورة والله لعبة السرفايفل هذه نزلها كل يومين بسبب أنها تحتاج وقت حتى أنك تقدم محتوى حلو يعني ما هو ما أحب صراحة أنا عن نفسي لو أتابع حلقة زي هذه أني أشوف شخص هو يلوت ويرتب كذا الشغلة بتكون مملة 3 4 5 تقريبا 6 7 المشكلة انك بعد ما تطلق الطلقة الاولى ايوه هذا اللي ادوره انا بسم الله الرحمن الرحيم يا عيال السنايبر ما يوصل وش فايدة الزوم هذا كله من بين الشجيرات تصدقون ما حد سمع لان الطلقة اصلا من بعيد فالامور طيبة رشاشاته مفروض انها ما توصل اهلا اوه سمع هذا ثالث وينكم يا حلوين تقريبا باقي 3 أو 4 يا اخي الاكي ودي اخليه للبوس لان احس اني بجيب العيد عند البوس مع اني اقسم برب الكعبة يا شباب ولا اعرف وش سالفة البوس وين مكانه ايوه يا كول اوف ديوتي ايوه عب عليكم سنايبر شوتجن منوبة كود هنا في واحد يرمي برشاش هناك وينك يا حلو بيت الرش السلام عليكم يا ولد اذيتني انت وينك كذا نظفنا البيس خسرنا يمكن 10 طلقات من الكي حرام وش عندك بروكلي ونيد وجزر حلوين يمدينا نطبخ الطبخة الخرافية هذيك ايوه هذا السلاح اللي اختفى علي الحمد لله انها رجع يا سلام يا اللوكر يوه خلاص بكمل حلقة بكرة يا شباب والله اللوت مرة كثير اهلا ببجي اهلا المشكلة ان في نفس الوقت ودي استعرض لكم يعني وانا لوت فاعطوني رايكم يعني القصقصة كويسة ولا تشوفوني قصقص بزيادة ودكم تشوفون تفاصيل مثلا جالس اقصقصها ف هلا بالشنطة التاكية هذا ثاني تطويره للشنطة البيس رهيب صراحة بس ما راح اقول لكم يكون البيس حقي لاني ما احب صراحة زي كذا الملح يوه يا شباب انا اشوف التأخير هذا كله اشوف اني جالس الوت فترة طويلة وانا لسه ما حطيت المصانع ولا حطيت شيء فما بالك بكره يوم اجي احط المصانع والشغلات هذه اللي انتظرها تطول يعني والله رغم اني احس اني لعبت كثير رغم انه في نفس الوقت يجيك الاحساس اللي ما انجزت لسه فاعذرونا على كل قصور يا شباب اوهوهو شفتك اهلا كار انجن اتوقع خلاص كذا اغلب الشغلات
وتاير بعد. M4 رايفل اخيرا يا شباب، هذا الرايفل اللي بيركب عليه السكوب اكيد، هذا السلاح الوحيد اتوقع في اللعبه اللي باقي لي اللي ما جربته. خلينا نستبدله بدل هذا. بسم الله. يا سلام يا سلام يا سلام يا شباب. اخي وش العباط اللي فيني جالس الوت لهذا وانا بغيت اخذه؟ بس تبغون صراحه يا شباب، الموتر يقول يرحمني. طيب تعال انت. ايوه وانت تعال يا قلبي. حلوين. حس الموتر قلش من قبل لا احط. الله يستر اجيب العيد. احس انه عادي بيتحمل اي شيء طول ما انه في هذا الموقع من السياره. الله يستر. يتحرك الموتر اموره سليم والاغراض زي ما هي. ساعات من الجميل انها ما يكون في فيزيائيه في اللعبه. وات اتوقع هذا اقوى هلمت في اللعبه. ويلدينج هلمت وينه؟ توني اخذته. وينه؟ لا تستهبل قلش. استغفر الله العظيم واتوب اليه. انا اللي معي جود سوات هلمت، بس هذاك الويلدينج حق الحداده او الصهر مليون بالميه اقوى. اسمع وضعين خير. هذا كان اللوت في هذا البيس اعزائي المشاهدين. والله يا شباب اني توني استوعبت شغله ضيقت صدري. البيس اللي قبل شويه انزل فيه اغراض البيت اللي عاجبني ما في له لوحه اني اسسه كبيس يعني. كيف اجيب سكوت في هذا المكان؟ تكنسلت خطه البيت هذا. بس استورج مؤقتا يعني. طيب احنا حاليا يا شباب هنا خلاص باقي لنا منطقتين حرفيا في اللعبه، اولد فاكتوري وكونستراكشن سايت. بنروح نشوف نظره سريعه على المكان. بسم الله توكلنا على الله. عادي يكون بيس كذا في وسط الشارع. في طريق جبلي هناك. هذا الماين يمكن اللي تقصدون لي اياه، والكهف اللي فيه البوس. والله اني شاك. دقيقه. وات اولد ماين. انا توني استوعب ان الماب يمديك تنزل اخر شيء. اقسم بالله يا شباب ماين هذا المنجم مو بالكهف، او هو الكهف اصلا. قلتوا لي في بوس في هالمكان، هذه عرفناها مع ان فيها يعني حرق، لكن الله يعطيكم العافيه. انا ادري الهدف انكم تحمسوني، فبحاول احسب حساب بما ان المعلومه خلاص وصلتني. وات ايش العماير هذه يا الربع؟ هذا الاولد فاكتوري يا شباب. فاكتوري ايش هذه؟ مدينة يا الربع. بسم الله الرحمن الرحيم. اولد فاكتوري هو معناته مصنع، بس انا ما اشوف مصانع في الموضوع، انا اشوف مباني تحت الانشاء. في جلتش يا شباب في هالمكان، تصدقون ان المكان مش مكتمل. انا شايف غرف فاضية ودخلت في متاهة يا شباب. يابا المكان غير مكتمل. وربي متاهة، ابغى اطلع من المكان بس. يابا يا شباب المكان تحت الانشاء، خلنا نشوف اللي بعده. المفروض انه في فاكتوري هنا قدامي الحين. واضحة شغلة ان الاولد فاكتوري لسه ما خلص. هذه المساحة تشوفون اللون الاسود، هذا دليل زي نظام المدينة اللي رحناها، هذه الكوميونيتي او هذه شوف كدليل اني انا في وسط الفاكتوري. والويب كونستراكشن ما في له شيء، باقي لنا شغلة واحدة اللي هو نروح الاولد ماين ونستكشف هذه، او نستكشف هذا الكهف. واكيد بتكون حلقه خاصه فيه ان شاء الله الحلقه الجايه. دام السالفه فيها بوس ما ودي اني اقصقص كثير وارويكم المشهد المعاناه الكامله مع البوس. ان شاء الله انه اموره في الستريم، خصوصا ان معي هذه الكميه من الرصاص. اعطوني رايكم انتم، هل تشوفون انه كافيه ولا لا؟ عندي سلاح هذا ودي اجربه، وعندي تطويره اطور فيها الورك بنش اصلح فيها الاسلحه يوم تخرب، وعندي هذه البطاريات عشان افتح الباب اللي موجود في الفندق. هذه كلها راصه هنا، وكل واحده فيهم وراها غايه وهدف راح اسويهم كلهم باذن الله في الحلقه الجايه. وفي النهايه كل اللي اتمناه ان تنال الحلقه على اعجابك وتحط لي لايك. شكرا للمنتسبين، وشكر موصول لكل من دعم هذه القناه، ونراكم على خير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.